اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5. رقم الاس ام اس 92173 ورقم التليفونات 2368. احنا زي ما انتم متعودين مننا ان احنا بنجمع كل الطلبات اللي بتجيلنا على الهواء كتير او على الفيسبوك عشان نخصص لها حلقه. فاحنا اكتر الحاجات اللي طلبت مننا مخصصين لها الاسبوع ده كله، عندنا طبعا حلقات الاطفال والباك تو سكول عشان في مدارس بدات من النهارده. فاحنا كنا بدأنا من أسبوعين، من أول الشهر تقريبا بدأنا، كنا عملنا شوية أفكار للأطفال وشوية أفكار للحديثي الولادة والمدارس. هنكمل إن شاء الله الأسبوع ده برضو. جالنا كمان طلبات كتيرة جدا عن المكرونة، النهاردة احنا عاملين حلقة عن المكرونة، ثلاث أصناف مكرونة هيعجبوكم جدا ومختلفين شوية وهينفعوا الولاد قوي 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 بعد رجوعهم من المدرسة. واحنا كمان بيبقى اليوم لسه ما اتظبطش عندنا ما بين المدرسة والشغل والتمارين وكل الكلام ده، فده حاجة سريعة جدا للأم انها تعملها بس مفيدة جدا للولاد برضو. تعالوا نبدأ اول حاجة بالمكرونة بالبلو تشيز او الجبنة الريكفورد. واحنا متفقين دايما ان احنا نشيل ونحط زي ما احنا عايزين، يعني اللي ما بيحبش الريكفورد هيعمل ببقية الاصناف الجبنة. عندي هنا مكرونة مسلوقة اي شكل انتوا عايزينه، واحنا متفقين ان احنا المكرونة بنعملها مش مستوية زيادة عن اللزوم. عندي كوسة مبشورة، والكوسة دي ممكن تبقى معاها شوية جزر مبشور، تبقى شوية سبانخ، يعني احنا الهدف منها ان احنا مدخلين خضار للولاد من غير ما يحسوا بيه. عندي جبنة تشادر مبشورة، عندي جبنة جريير مبشورة، عندي جبنة ريكفورد او البلو تشيز متفتتة، عندي زبدة بقسماط ولبن. عشان نخفف الوصفة شوية ممكن نستخدم اللبن يكون خالي الدسم، وناخد بالنا ان احنا اللبن خالي الدسم عندنا بيكون كامل الفوائد، يعني مش عشان هو خالي الدسم يبقى الفوائد بتاعته قليلة، لا احنا بيبقى عندنا فوائده كاملة، الدهون بس هي اللي بتبقى اقل. خلوا بالكم دايما ان الاطفال بتحتاج دهون في اكلها، يعني احنا طبعا وحتى الكبار بس كمان الاطفال بزياده، لانه بيعملوا مجهود كبير جدا طول اليوم، بيصحوا بدري، مجهود ذهني وعضلي كبير ما بين المدرسه وما بين التركيز وما بين اللعب والكوره والتمارين وكده، فاحنا محتاجين شويه دهون ليهم. اذا حبينا نخفف ممكن نستخدم الجبن تكون لايت، وممكن نستخدم كمان اللبن يكون لايت. تعالوا بقى نبدا كده في الوصفه مع بعض. هنا هحط زبدة قليلة، يعني أنا دي حتى بالنسبة لي كتيرة، هاخد نصها لأني لسه هحط على الوش قبل ما أدخلها الفرن. الوصفة دي ممكن ما تتعملش على في الفرن، ممكن تتعمل كلها على البوتاجاز لو أنتوا حابين. عشان أضمن إن اللبن والجبن عندي مش هتقطع، هحط مع الزبدة معلقة صغيرة من الدقيق، ده هيخليني اضمن ان الجبن بتاعتي مش هتقطع معايا. لبن، هنخلي بالنا كويس جدا من الملح، ما استخدمش ملح كتير لان طبعا عندي الجبن مملحه، فانا بدي هنا رشه الملح اللي تديني الطعم، يعني دايما رشة الملح دي بتظهر الطعم سواء في الحلو او في الحادق، فاحنا بنحطها لاظهار الطعم، مش عايزة طعم مملح لان اوريدي عندي الجبن مملح. فانا حطيت دلوقتي معلقة من الزبدة، معلقة من الدقيق، حطيت عليهم تقريبا كوبايتين من اللبن، شعرة من الملح، وشعرة من الفلفل الاسود، تقليبة. وبعدين اول حاجة انزلها هي الكوسة، اهم حاجه بقى تكون مبشوره ناعم جدا عشان الولاد ما يحسوش بيها. وزي ما قلت لكم لو عايزين تبشروا معاها جزرايه ممكن تحطوا معاها شويه من السبانخ، ممكن هسيبها تاخد غلوه في اللبن عشان تنزل طعمها في اللبن وتطرى سنه قبل ما ابتدي انزل بقيه المكونات. التوابل اللي ممكن بقى نحطها هنا، ممكن نحط شعرة كده من النعناع الناشف، ممكن نحط فص ثوم، ممكن نحط جوز الطيب، يعني دي الحاجات اللي هتمشي مع الوصفة هنا. إذا حبيتوا أنا هكتفي بالملح والفلفل كده أهو،
بعدين نبتدي بقى نجهز الجبن. دي هتتقسم عندنا على نصين، نص هتخش مع الصوص جوه المكرونه والنص التاني هيتحط على الوش. بصوا غلوه اهي يا حمزه، وبعدين نبتدي ننزل الجبن. حمزه الو، ازيك يا حمزه؟ ايوه. عامل ايه؟ الحمد لله. قولي يا حبيبي، عايز تسال على ايه؟ عايزه اسال على كيكه البسبوسه. البسبوسه؟ حاضر، عينيا نزل لك البسبوسه يا حمزه. حاضر. قلنا طبعا ان الجبن حسب الرغبه ككمية وكأنواع، المتوفر عندي أحطه، بس الجبن مهمة جدا جدا للولاد، ودي وصفة أنا دخلت لهم فيها اللبن ودخلت لهم فيها الكوسة ودخلت لهم فيها الجبن من غير ما هم يحسوا خالص بيها. وأكتر حاجة بيحبوها الولاد المكرونة، فإحنا كده إيه بنضحك عليهم يعني. طيب طول ما انا عايزه الصوص ده اتقل، كل ما هزود معلقه من الدقيق واحطه يغلي على النار غلوه اكتر، لكن انا برضو عايزاه تبقى طريه على الولاد، ما تبقاش ناشفه قوي في بقهم، فهكتفي بكده. نزل بقى المكرونه اللي احنا سلقينها، ونخلي بالنا طالما المكرونه هتاخد لسه غلوه على النار وبعدين هتخش الفرن، يبقى نص سوا مش تلات ارباع سوا زي اللي بنعملها على طول على النار. وتعالوا بقى نراجع احنا عملنا ايه. احنا حطينا معلقه من الزبده، عليها معلقه من الدقيق، عليها تشعيره من الملح وتشعيره من الفلفل الاسود، بعد كده نزلنا عليهم اللبن، خدنا غلوه، نزلنا بشر الكوسه وخدنا غلوه تانيه، وبعدين نزلنا عليهم التلات انواع جبن، خدنا غلوه اخيره، وبعدين نزلنا عليهم المكرونه المسلوقه نص سلقه، وبرده اخدنا غلوه. كده احنا ايه جاهزين. هنعمل ايه بقى؟ هناخد البايركس او الصينيه او ايا كان اللي احنا هنعمل فيه. لو انا هعمل على النار خلاص هديله الغلوتين بتوعه على النار واغرف في الاطباق للولاد على طول، هدخله الفرن يبقى هعمل كده. هاخد الحله انزلها هنا، وتعالوا بقى نتكلم شويه عن الامهات اللي بتشتغل. هنعمل الشغلانه دي كلها كده الصبح او بالليل قبل ما ننام اهو، ونرص البايركس كده، وبعدين نحط عليه التوبينج بتاع الوش اللي هنحطه مع بعض دلوقتي، وهنسيب دخول الفرن بعد ما نرجع من الشغل. يا داليا، داليا هلو يا داليا، ازيك؟ عامله ايه حبيبتي؟ اتفضلي. تسلمي لي يا حبيبتي، اتفضلي. عايزه اعرف يا اميره طريقه طريقة ايه يا داليا؟ معلش داليا، معلش يا جماعة ما سمعتش السؤال. مين معانا على التليفون؟ لورا؟ يا لورا، لورا الو، هلو، ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي، عايز تسألي على ايه؟ عايز اعرف طريقة عمل الحليب المكثف المحلى. حاضر، عينيا. يبقى يا رضوى عندنا البسبوسه والحليب المكثف المحلى لو سمحتي. اوكي، حطينا هنا الثلاث انواع جبن على بعض، هنبتدي بقى ناخد ونحط ايه على الوش كده. وانا قلت ان للي بيشتغلوا او للي هيكونوا مستعجلين وعايزين يقسموا الوصفه على اتنين، فاحنا هنعمل المرحله دي ونسيبها في الثلاجه. نرجع بقى من شغلنا، الولاد يرجعوا من مدارسهم عقبال ما يغيروا هدومهم ويغسلوا ايديهم ووشهم ونظبط دنيتنا كده، هتكون دي في الفرن، يبقى جاهزه على الاكل على طول. هاخد شويه من البقسماط هنا، اللبن المكثف المحلى معاكم، على هحط عليه ملح وفلفل على الشاشه. ده هنحط كل الحاجات بتاعته في الخلاط على بعض، نضربهم كويس جدا، نحطهم في برطمان يكون معقم، ونشيلهم في التلاجه ونستخدم منه اول باول. حطينا هنا ملح وفلفل على البقسماط، حطيناه هنا كده على الوش، وبعدين نيجي بقى للزبده دي بسكينه كده صغيره، ونبتدي ننزل منها قطع صغيره قوي قوي على الوش، وممكن بدل الزبده زيت. البسبوسه كمان على الشاشه، البسبوسه اهم حاجه فيها احنا متفقين السمنه البلدي. رقم اتنين ما نقلبش كتير،
رقم 3 ما ننزلش اي سوائل زياده حتى لو حسيتوا انها ناشفه. 4 بنطلع الشربات يكون سخن مولع وهي سخنه مولعه على بعض، نغطيها وندخلها الفرن وبعد ما طفيناه وهو سخن لمده 10 دقائق بس. خلاص كده يا يسر. مدام يسر ازيك يا اموره؟ مدام يسر ازاي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. وحضرتك بس ربنا يخليكي، الله يسلم حضرتك. ان شاء الله تكون اجازه سعيده. تسلمي لي، تسلمي لي، الحمد لله رب العالمين. الله يخليكي يا مدام يسر، اتفضلي. انا طالبه اشكرك بس على الفخده، انت شرفتيني قدام الضيوف. ربنا يخليكي، تسلم ايديكي، ده من شطارتك بس. لا والله طلعت حلوه بسم الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، روعه. الحمد لله، الحمد لله، دايما عامر كده. وتسلم ايديكي، اموريني يا مدام يسر. عايز تسالي على اي حاجه؟ لا ده انت تأموري. بس كنت عايزاكي بقى تعملي لنا اكل لبناني كده وشامي. حاضر، عينيا عينيا الاثنين عينيا. مرسي لتليفون حضرتك، كتر خيرك. هندخل دلوقتي الفرن، هتقعد نقول 10 دقايق ربع ساعة للحجم ده شغالة من تحت بس الفرن. بعد كده هشغل الشواية عليها، لو حسيت انها اللون ما اتاخدش كويس من فوق هشغل الشواية عليها لمدة دقيقتين ثلاثة وانا واقفة قدامها. عايزة الزبدة مع البقسماط والجبن يعملوا لي شوية كريسبي كده على الوش لحد ما هي تاخد الوقت بتاعها في الفرن. تعالوا نطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. احنا ما عملناش حاجه خالص اثناء الفاصل، بصوا المكرونه بس اهو شغاله. خلوا بالكم ان انا عندي كل حاجه مستويه، عندي كل حاجه معموله على النار، انا بس عايزه اخد الوش بتاعها، يعني فاضل لها 5 دقائق ونطلعها من الفرن. احنا دلوقتي مشغلين الشوايه، دلوقتي بقى هنعمل الماكن تشيز بس هنزود عليها المشروم. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل اصناف من المكرونه تكون حلوه جدا والولاد بيحبوها جدا، بس في نفس الوقت تكون مغذيه وندخل جواها حاجات الولاد ما ياخدوش بالهم منها. فاحنا في الوصفه اللي فاتت حطينا الكوسه المبشوره، في الوصفه دي هنحط المشروم المتقطع شرايح رفيعه. فعندي مكرونه برده مسلوقه نص سوا لاني برده هزود السوا شويه على النار، زيت زيتون، مشروم فريش يفضل دايما فريش اذا متوفر، عندي جبنه تشادر صفرا مبشوره وجبنه تشادر برتقاني مبشوره، عندي لبن وعندي ملح وفلفل تشعيره برده زي ما حطينا المره اللي فاتت كده، يعني نقطه مش كتير. تعالوا نبدا اول حاجه كده ان احنا ناخد المشروم ده شرايح كده رفيعه، ولو قدرنا كمان يبقى صغير يعني ما يبقاش قطع كبيره هيكون احسن، لاني مش عايزاه يبقى باين، يعني عايزه الولاد ما يحسوش بيه بقدر الامكان عشان يمر مرور الكرام كده مع الصوص. طيب برضو المكرونة دي ممكن تتعمل بطريقتين، ممكن تتعمل ان انا اعمل الصوص واخلطه بالمكرونة على النار، او اخلط الصوص بالمكرونة على النار وبعدين اخليه يكمل سواه في الفرن، او احط المكرونة على الطبق واحط فوقيها الصوص. كل الطرق صح وما فيهاش اي مشكلة. لو احنا برضو بنحضر من قبل وهنيجي على طول نغرف ساعة الأكل، يبقى ممكن جدا ان انا اسلق المكرونة، اهم حاجة ساعتها ان انا اديها معلقة من الزيت الفها فيها واشيلها على جنب، واعمل الصوص واسيبه واجي اسخن الصوص واقوم منزلاه على المكرونة او منزل المكرونة جواه في ساعة الأكل. ده لو احنا عايزين نقسم الشغل عشان ما يبقاش كله في وقت واحد. تعالوا بقى هنا على النار، انا مسخنه طبعا الحله عندي اللي هشتغل فيها، معلقه واحده من زيت الزيتون، معلقه واحده من الدقيق. دايما الدقيق بقى مع المكرونات مش بس عشان اتقل الصوص، لا بستخدمه عشان الجبن ما تفصلش مني. ننزل اللبن، سمك الصوص هنا هتحكم فيه بكمية الدقيق اللي عندي وكمية أعاد الصوص على النار يغلي، فاتحكموا فيه زي ما انتوا عايزين. أنا دايما بحب المكرونة بالذات للأولاد تكون الصوص فيها كتير شوية عشان ما تبقاش ناشفة عليهم وهما بياكلوها. أهو كده
يبقى احنا تاني دخلنا زيت الزيتون، هندخل الجبن، هندخل المشروم، هندخل اللبن بطريقه لطيفه للولاد. يا مين؟ احمد. يا احمد الو، ازيك يا احمد؟ ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل يا احمد. عايزين نعرف خلطه البيتزا. البيتزا حاضر، هقولها لك حالا يا احمد. هنزل دلوقتي يا جماعه المشروم اهو زي ما عملنا في الكوسه بالظبط، عايزاه يطرى وعايزاه يدي طعمه وفايدته جوه اللبن، فلازم اخد منه غلوه كده هنا ايه على النار. اخبار الفرن ايه؟ شغال كويس جدا. دقيقتين كده ونطلع. نحضر الجبن جنبنا اهو، برضو انواع الجبن هنتحكم فيها زي ما احنا عايزين. انا هنا مستخدمة التشادر الصفرة والبرتقاني، احنا هنستخدم اي جبن عندنا، بس نخلي بالنا الجبنة الرومي مثلا بتبقى صعبة ان هي تندمج مع الصوص، بتخرز شوية والدهون بتاعتها عالية جدا، فهلاقي كمية من الدهون على وش الصوص، فيعني لا ما بفضلش الجبنة الرومي في الصوصات اللي زي كده. الاخبار، انا بس عايزه الصوص اللبن يسخن كويس قوي عشان لما انزل الجبن ما اضطرش احطها على النار فتره طويله. احنا دايما متفقين ان الجبن تتحط فتره قليله على النار. يا زياد، ازيك يا طن؟ اهلا وسهلا، ازيك يا زياد؟ عليك، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبي، كله تمام، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي، ربنا يخليك. تسلم يا حبيبي، تسلم. اؤمر. اؤمر يا زياد، اؤمر يا حبيبي. عايز طريقه الانجليش كيك. الانجليش كيك، حاضر، عينيا الاثنين. عندنا كده الانجليش كيك والبيتزا. بصوا بقى الصوص، اول ما نزلنا الجبنه بصوا عمل ازاي، سميك وفي نفس الوقت غني جدا ومش كريمي كده، مع ان انا ما حطيتش كريمه، خلوا بالكم اهو. بصوا، رائع 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 اهو. بس عايزين نتقله اكتر من كده، هنسيبه غلوه كمان على النار، بس انا مش عايزاه اتقل من كده بصراحه. ناخد بقى كفايه على الفرن كده بقى قبل ما نغرف عشان ايه ما ننساهوش. نطلع ده من على النار اهو، ونفكركم احنا عملنا ايه في المكرونه دي. احنا عملنا مكرونه مسلوقه، عملنا لها الصوص بتاعها. الموضوع صعب. عملنا لها الصوص بتاعها بالكوسه والمكرونات والجبن. كنت مركز ان انا اطلعها من الفرن. خلاص خلاص، تعالوا بقى نحط هنا كده المكرونة بتاعتنا اهي مسلوقة اي شكل انتوا عايزينه. طبعا انا دايما مع الولاد بحب العب بالحاجات اللي يعني قواقع، فيونكة، مش عارف ايه، يعني عشان برضو ايه الموضوع يبقى شكله لذيذ بالنسبة لهم. وبعدين نبتدي ناخد من الصوص ده. تعالوا نراجع احنا عملنا الصوص ده ازاي. انا حطيت معلقة زيت زيتون، عليها معلقة من الدقيق، رشة ملح ورشة فلفل بساط جدا جدا، وبعدين نزلت عليهم اللبن، غليت غلوة، نزلت عليهم بعد كده المشروم، وبعدين نزلنا نوعين الجبنة التشادر، البيضة والبرتقاني، وبعدين غلينا غلوتين، وبعدين حطناهم كده على المكرونة اهو اهو. بصوا بقى هايلة. لو احنا مستعجلين يبقى احنا مجهزين الصوص اصلا هنسخنه بس، والمكرونة عندنا مسلوقة برضو. يا نورة. الو، مساء الخير. مساء النور، ما شاء الله عليك يا شيف أميرة. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليك، كتر خيرك، اتفضلي. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. تسلمي لي حبيبتي، ربنا كتر خيرك يا حبيبتي، ميرسي، اتفضلي. تسلم ايديك على كل حاجة حلوة حضرتك بتعمليها. تسلمي حبيبتي، ربنا يخليك، اتفضلي. كنت طالبة طلب من حضرتك. أؤمري. أنا عايزة كحك جوز الهند، مش كور جوز الهند، عايزة كحكة جوز الهند، أعملها إزاي؟ بسكوت بجوز الهند تقصدي؟ الهند حاضر، عينيا الاثنين. انا هقول لك طريقه حلوه جدا، بس هنطلع فاصل ونرجع هقول لك طريقه سهله قوي للبسكوت اللي بجوز الهند، استنونا.
بعد الفاصل. احنا عملنا مع بعض المكرونه اللي بالكوسه وصوص الجبن ودخلناها الفرن وحطينا على وشها الزبده والبقسماط الناعم عشان نديها وش كريسبي كده ولطيف. عملنا كمان الماكن تشيز اللي هي المكرونه اللي بصوص برضو الجبن، لكن دخلنا فيها المره دي المشروم. بفكركم دايما ان انتم ممكن تشيلوا مكون وتحطوا حاجه تانية، يعني مع الكوسه ممكن احط جزر، ممكن اشيلهم هما الاثنين واحط شويه سبانخ. الناحيه التانية المشروم ممكن اشيله واحط اي نوع خضار انا عايزه ادخله للولاد. يعني انا بديكوا بس فكره ان احنا نقدر ندخل اللبن والجبن والخضار بس بطريقه كده ايه غير مباشره. الاطباق دي طبعا تنفع جدا للكبار وتنفع جدا للاطفال، واهم حاجه ان هي سريعه وسهله ومش مكلفه. يعني انا بشويه بواقي الجبن اللي عندي مع كوبايه من اللبن مع وحدتين مشروم مع وحدتين كوسه فاضلين هعمل طبق محترم. الوصفات دي كمان ميزتها ان انا اقدر اعمل بيها عزومه كامله من المكرونات، مش لازم لحوم، فتبقى مش مكلفه قوي بالنسبه لي واحنا مقطعين اللحمه. دلوقتي انا هعمل الوصفه الجايه دي من بواقي البواقي، يعني انا سلقت شويه مكرونه وفضلوا، قطعت شويه بصل اخضر وشويه بصل احمر للسلطه وما استخدمتهمش كلهم، عملت الصوص بتاع الجبنه والمشروم اللي انا عملته قبلها بيوم او يومين وتفضل شويه صوص مش عارفه اعمل بيهم ايه. هناخد كل ده ونعمل بيه طبق جديد. يا منى. الو. اهلا وسهلا. ازيك عامله ايه؟ ازيك يا منى، ايه اخبارك؟ الحمد لله كويسه. قولي لي يا حبيبتي اموري. انا عايزه طريقه الكريب. الكريب حالا. عينيا. ربنا يخليك، انا بحبك قوي. قولي لي يا حبيبتي ربنا يخليكي، هقول لك طريقه الكريب حالا. عندي كريب وبيتزا وانجلش كيك. عشان ايوه، وبسكوت بجوز الهند مظبوط. يا رغده، زبده، بصل اخضر. طب معلش يا رغده كلميني تاني. زبده وبصل اخضر وريحه اصلا خطيره من غير حاجه، بصل احمر، عندي بقى شويه زعتر نحط، شويه ريحان ما يقولش لا، وحدتين من الجزر ماشي، يعني تشايفز يبقى هايل، يعني كده، يعني شويه بواقي مع بواقي مع بواقي يعملوا طبق، ومش لازم خالص الطبق يكون فيه لحوم عشان يكون مغذي للولاد، لا احنا حاطين حاجات تانية مغذيه. رشه الملح بتاعتنا اللي بتدي بس طعم، لان عندي جبن، ورشه الفلفل برضو اللي هتديني طعم. ومتفقين دايما ان مع الجبن ممكن نحط جوز الطيب بتدي طعم حلو جدا. يبقى زبدة، ملح وفلفل، بصل أخضر، بصل أحمر. تمام؟ تمام. عايزة بقى هنا أنزل الصوص بتاع الجبن عليهم. يا إيمان. ألو. عشان الطعم. إيمان إزيك؟ عاملة إيه؟ أي. اتفضلي يا إيمان أموري. الحمد لله. عاملة إيه يا إيمان؟ الحمد لله. كله تمام؟ قولي لي يا حبيبتي عايزة تسألي على إيه؟ قولي لي سؤالك يا حبيبتي. ايمان لسه معانا؟ معلش اوكي، تكلميني تاني ايمان معلش. تمام، حطينا هنا بقى الصوص بتاع الجبنه وحطينا عليه شويه كريمه عشان نفك الصوص شويه، عشان مش عايزاه يبقى تقيل قوي، الولاد دايما ما بيفضلوش الحاجه اللي بتقف في الزور وتبقى ناشفه. طيب عملنا الصوص ازاي عشان اللي ما حضرش معانا السيجمنت اللي فات؟ احنا حطينا على النار معلقه زيت زيتون، عليها معلقه من الدقيق، عليها رشه ملح ورشه فلفل خفاف جدا، بعدين نزلنا عليهم اللبن، غلينا غلوه، نزلنا المشروم متقطع شرايح رفيعه جدا غلوه، وبعدين نزلنا عليهم تشادر بني، بني ازاي يعني؟ تشادر برتقاني وتشادر صفرا، وغلينا غلوه، وبقى عندنا صوص الجبنة. حطيناه دلوقتي هنا على البصل الأخضر والبصل الأحمر اللي احنا عملناهم وشوية من الكريمة فريش اهو، وحطينا شوية زبدة، وحطينا رشة الملح ورشة الفلفل. عايزين نحط رشة جوزة الطيب، اتفقنا انها هتبقى حلوة جدا. عايزين نحط زعتر، روزماري، شوية من الريحان، هتبقى لطيفة جدا برضو اهو. ببواقي البواقي بقى، يعني عامله ده بالبواقي ده ببواقي البواقي. ننزل بقى هنا المكرونه جوه الصوص.
تاخد منه، تاخد معاه كده آخر غلوة. يا حبيبة. ألو. ازيك يا حبيبة؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كويس. كله تمام؟ اه الحمد لله. أموري يا حبيبة، عايز تسألي على ايه حبيبتي؟ اه قوليلي عايز تسألي على ايه؟ انا كنت عايزة اسأل بس على الكب كيك. كب كيك؟ حاضر، عينيا الاثنين. السيجمنت اللي جاي هيكون كله إجابة على كل أسئلتكم، لا تقلقوا. انتوا عارفين ان احنا بنطبخ في 3 سيجمنت وبنسيب الأخير لكل الرد على الأسئلة، سواء اللي على الفيسبوك، الاس ام اس، او اللي بتجيلنا عن طريق التليفون. فعشان ما نشتتكوش يا نريمان. نريمان. ايوه. زيك؟ تمام الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام. أموري يا نريمان. انا كنت عايزه اعرف طريقه عجينه التارت. التارت؟ حاضر عينيا. نجيب هنا كده وناخد بقى، عايزه حاجه اغرف بيها تكون غويطه عشان ياخد كل الصوص ده معايا، يعني هو الفكره كلها في الصوص اهو. خلوا بالكم، لو انا عايزه اعمل اي حاجه من دول مع صوص بينك، يعني صوص روزيه، هعمل ايه؟ هجيب معلقه واحده من الصلصه وانزلها مع اللبن في الاول، مفيش مشكله خالص، هيبقى برده لطيف وظريف جدا. عايزه احط شويه من الطماطم التشاري ومتقسمه 2 كده، فهتديني لون وطعم، برده مفيش مشكله خالص. يعني احنا نقدر بالاساس ده نعمل بقى شوية ايه افكار مختلفة اهو كده اهو. مفيش حد ما بيحبش المكرونة، لا الصغيرين ولا الكبار بصراحة، واسرع حاجة والذ حاجة في الشتاء كمان. دول وصفات للعشاء لطيفة جدا، الولاد عندهم صحابهم بعد المدرسة، وصفات لطيفة جدا برضو وسريعة ومش مكلفة كده. بعدين نيجي ناخد من البصل الأخضر الفريش نحط هنا كده، ونحط وحدتين كده. نودي بقى مع اخواته. معانا وقت بقى نبتدي نجاوب على أسئلة؟ يلا. أول سؤال جالنا البيتزا. البيتزا احنا عارفين إن احنا عندنا حاجتين أساسيتين فيها، والحاجة التالتة اختياري اللي هي التوبينج. أول حاجة أساسية طبعا هي العجينة. العجينة عندي كيلو الدقيق بيعمل 4-5 بيتزات حسب الحجم اللي احنا عايزينه، أو 6 صغيرين قوي. فاحنا بنقسم بقى نص ربع كيلو لربع كيلو براحتكم، اهم حاجه تقسموا قسمه العدل المقادير كلها. فلكيلو الدقيق انا عندي معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الثوم البودره، معلقه صغيره بصل بودره، معلقه صغيره زعتر، وبعدين عندي معلقتين كبار خميره، معلقتين كبار سكر، وعندي 3 معالق كبار من زيت الزيتون. كل ده الاول مع بعضه، وبعدين بنزل عليهم ب 600 ملي من الميه الدافيه. أعجن كويس جدا لحد ما الاقي العجينة كلها بقت ملمسها طري جدا ما فيهاش تخريز. أسيبها بقى أقفلها كويس جدا وأسيبها لمدة ساعة تخمر. بعد كده بشكل وأفرد وأحط عليها الصوص وأسيبها 10 دقايق ترتاح، وبعدين أحط التوبينج اللي أنا عايزاه. الصوص عملناه إزاي؟ على النار، زيت زيتون، ملح، سكر، طماطم مبشورة، صلصة طماطم، توم بودره وبصل بودره وزعتر، وشويه عصير طماطم خفاف جدا، وقلبتهم كويس قوي، وبعدين حطيتهم على البيتزا. الوش حطوا موتزاريلا، حطوا طماطم، حطوا ريحان، هتبقى مارجريتا، او تحطوا اي حاجه تانية، بس اهم حاجه كل اللحوم تكون مستويه. هندخلها على درجه حراره 200 لمده 10 دقائق عشان ما تنشفش. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع عشان نجاوب على بقيه اسئلتنا، استنونا.
اهلا بيكم بعد الفاصل. احنا عملنا ايه النهارده؟ احنا عملنا ثلاث انواع مكرونه، عملنا واحد بالكوسه، الثاني بالمشروم، والثالث بالبواقي الصوص اللي بالجبنه والبصل الاخضر والبصل الاحمر. اتمنى ان انتوا تجربوهم سرعة جدا زي ما اتفقنا، ومغذيين جدا وكمان مش مكلفين خالص. كل الوصفات دي ممكن تعدلوها ان انتوا تحطوا شرايح من الفراخ، شرايح من اللحمه، شرايح من الكولد كاتس اللي هي الحاجات المدخنه زي الديك الرومي واللحمه والفراخ والكلام ده، مفيش مشكله خالص. تقدروا كمان تدخلوا لهم اسماك سواء كان جمبري او سالمون او سمك فيليه، يعني الاساس الوصفه موجود وانتوا تقدروا كالعاده تدخلوا وتطلعوا حاجات كده حسب ولادنا بيحبوا ايه وحسب ايه المتوفر عندنا في البيت. عايزين بقى احنا جاوبنا على البيتزا، عندنا الكريب. الكريب انا بحط كوبايه من الدقيق، عليها كوبايه الا ربع من اللبن، عليها لا كوبايه وربع من اللبن، عليها بيضه، عليها ملح وفلفل لو حادق، وعليها فانيليا لو حلو، وبحط معلقة من الزبدة، معلقة من الزيت. كل ده في الخلاط، وبعدين نسيبه يستريح 10 دقايق، وبعدين نبتدي نشكله في طاسة مدهونة بالزبدة. طبعا احنا عارفين ان احنا لو هنعمل العجينة دي للحلو وللملح في نفس العجينة، يبقى بشيل الملح والفلفل والفانيليا وبحط مكانهم القرفة، بتدي طعم، بتضيع الزفارة بتاعة البيض، وبتستخدم للاتنين، فبتبقى سهلة جدا. كمان عجينة الكريب ميزتها ان انا بحتفظ بيها في التلاجة لمدة من يومين لتلاتة، يعني ممكن اعمل باتش كبير وبعدين ابتدي اعمل على طول على الغداء او على العشاء للولاد، وحشي واحده بالجبن، وحشي واحده بالشوكولاته والموز والبينت باتر، او احشيها بالكريم شانتيه وشويه مربى، يعني اقدر اطلع منها حاجات كتير جدا. فلطيف قوي ومفيد ان هي تكون موجوده في الثلاجه جاهزه. كمان ممكن ان احنا نشيلها مطبوخه معموله وبينها فواصل واشيلها في الثلاجه لمده اسبوع، ممكن اشيلها في الفريزر لمده شهر. اهم حاجه في الفريزر تكون متكيسه كويس جدا ويكون في فواصل ما بينهم. ده الكريب. بسكوت جوز الهند في طريقه سهله قوي قوي، احنا عملناها الاسبوع اللي قبل اللي فات في الحلقات بتاعه الثلاث مكونات. انا بجيب جوز الهند كوبايه، عليها نص كوبايه من اللبن المكثف المحلى، عليها معلقه من الفانيليا، بخلط كويس جدا، وبعدين بجيب معلقه بتاعه الايس كريم بشكل بيها على صاج يكون عليه ورق زبده وبدخلها، بتطلع هايله. ممكن جدا امسك كمان المكونات كلها بمعلقه من الدقيق الابيض، بس يا دوبك احس انها مسكت. في وصفه تانيه ان انا بجيب بياض البيض بضربه مع رشه الملح، بعدين بنزل عليه معلقتين من السكر البودرة، أنزل عليه كوباية من جوز الهند، أخلط كويس جدا، بحط له معلقة واحدة برضو من الدقيق، وبعدين أشكل وأدخل الفرن. الوصفتين حلوين جدا، جربوهم وقولوا لي رأيكم فيهم. مدام رندا، مساء الخير يا فندم. مساء الفل، أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله، أول مرة أكلم حضرتك، فأنا عايزة منك طلب. شرف ليا. أموري. الله يخليكي حبيبي، تبكي زي السكر. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، أمين يا رب العالمين. اتفضلي. بصي الكل، أنا عايزة أعمل صوابع زينب. بس عايزة يعني أجرب الأول مثلا كوباية. تمام، حاضر، عينيا، حاضر. حاجة تانية. اتفضلي. برضو نفس القصة، بلح الشام. حاضر. حالا دلوقتي هينزل لك على الشاشه بلح الشام، صوابع زينب هتتعمل عملي ان شاء الله في الحلقات اللي جايه، احنا محضرينها. بلح الشام هينزل لك دلوقتي على الشاشه، انت ممكن جدا لو انت حابه تقسمي المقدار بالنص، لو انت عايزه تعملي مقدار صغير في الاول. وانا دايما بفضل اي وصفه لما تيجوا تعملوها لاول مره ان انتوا بالذات الحلو، يعني ان انتوا تعملوا نص المقدار، لانه احيانا بنعمل غلطه واحنا بنشتغل، احيانا ما ناخدش بالنا من تفصيل اتقالت في الوصفة ايا كان. يعني انا مرة بالذات في حكاية بلح الشام دي كنت منزلة على البيج بتاعة الفيسبوك الوصفة بتاعة البروفيترول، ومكتوب زبدة، حد من وهو بيقرأ قراها زبادي،
فعملتها بالزبادي وبعتت تقول لي ان الوصفه مش تمام. طب ايه، مشينا مع بعض واحده واحده كده، وبعدين راحت قايله لي وحطيت الزبادي، قلت لها فين الزبادي بقى، لا هي زبده. فيعني بتحصل كتير انها تبقى غلطه غير مقصوده، فدايما نعمل نص المقدار. عندك هنا ده مقدار صغير جدا ما فيش اصغر منه، 140 جرام من الدقيق. الاول بحط ال 100 جرام بتوع الزيت عليهم 250 جرام من الميه على النار، اول ما يبتدوا يغلوا بنزل الدقيق اللي عليه ربع معلقه من الملح، وبعدين بقلبهم كويس جدا جدا. عملوا كوره بشيلهم، انزل الحراره بتاعتهم، انزل بيضه بيضه، يا تاخد 3 يا تاخد 4 حسب. لازم تكون سايبه، اسيبها لحد ما تهدى، الزيت يكون دافي، اقدر احط صباعي فيه من غير ما اتلسع، انزل اشكل، وبعدين ابتدي ارفع النار واحده واحده لحد ما يطلع فوق، اشيله ونزل عليه شويه من الشربات يكون بارد. دي كانت حلقتنا للنهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله من 4 ل 5، استنونا.